واو، هذا مدهش. كلاكما سيارات بهلوانية. أوه، أحدهم في مشكلة. نحتاج الشاحنة الخارقة. كيري صنعت كعكة شوكولاتة جميلة لعيد ميلاد أمبر. وولتر أراد أن يأخذها إلى المستشفى، لكن الطقس حار جداً اليوم وستذوب بالكامل حتى يصل إلى هناك. عليك إنقاذ حفلة عيد ميلاد أمبر أيها الخارق. يجب أن لا تذوب الكعكة. الجو حار جداً اليوم، هذا غير معقول. انظر أيها الخارق، وولتر سيريك كيف يذوب الكعك بسرعة. كيف ستنقلها إلى المستشفى؟ غير معقول، تريد أن تتحول، أليس كذلك؟ قطار خارق؟ هذا مذهل! وولتر، احمل الكعكة وادخل عربة الشاحنة الخارقة. الجو بارد هناك. حسناً أيها الخارق، إلى المستشفى. ماذا هناك أيها الخارق؟ لما توقف؟ هناك صيانة لمسارات القطار. علينا أن نذهب من الاتجاه الآخر. يا منوى. أوه لا، وولتر نسي إحضار الشموع. ماذا سنفعل؟ توقف أيها الخارق، لا يمكنه سماعنا. كيري، استعملي طريقا مختصرا للحاق بالخارق. لا كيري، احترسي. لا، كار، فرمل بقوة. هذا لن يجدي نفعا، لن تقف في الوقت المناسب. استعمل ST 3000. هيا. ارتفعت حرارة فراملك، عليك أن تفلتهم. أوه لا، نعم كيري في أمان. عيد ميلاد سعيد أمبر. فكرة رائعة فرانك، هذا سيبردهم. لقد أنقذتنا أيها الخارق، شكرا جزيلا. مرحبا كيري، ماذا تفعلين؟ لقد صنعت بسكويتا خاصا ليوم المرأة. لقد سرق البسكويت. فكرة جيدة، الشاحنة الخارقة يمكنه إيقافه. كارل، نحتاج مساعدتك. جيري سرق بسكويت كيري الذي صنعته ليوم المرأة، علينا إيقافه.
جيري توجه لموقع البناء. ستقوم بالتحول، فكرة رائعة. على جيري أن يحترس الآن، إنه لا يضاهي شاحنة الشرطة. إنه يبتعد. لقد ابتعد. ماذا ستفعل؟ جميل. ما كل هذه الفوضى؟ هذا قد يكون خطراً. الصغار يعودون من المدرسة من هذا الطريق. أيها الخارق، عليك فعل شيء. استي 3000؟ فكرة مدهشة، لكن إلى ماذا ستتحول؟ شعاع التحريك عن بعد؟ يمكنك السيطرة على كل هذه الفوضى التي على الأرض. احترسوا يا صغار، كان هناك حادث هنا. لا تقلقوا، فقط اتجهوا إلى البيت. حسناً، صحيح، ماذا سنفعل بكل هذه الفوضى؟ فكرة رائعة إدنا. أيها الخارق، يمكنك وضعها في جرافة إدنا الآن. هي تعرف كيف تتخلص منها بشكل صحيح. ليس بهذه السرعة يا سيد، لم ننسى ما فعلته. لما فعلت ذلك؟ لما سرقت البسكويت؟ أردت إعطاء إدنا هدية بمناسبة يوم المرأة؟ هذا تصرف عاقل، لكن لا يبرر السرقة أيضاً. كان يجب أن تشتريه أو تفعل شيئاً آخر. ماذا على جيري أن يفعل ليكفر عن جريمته؟ إنك تعمل هنا الآن جيري؟ صحيح أيها الخارق، الجريمة لا تنفع. حسناً، استمتعوا بمشروبكم يا رفاق. إلى اللقاء. مرحباً يا رفاق، تتناولون تصبيرة؟ أوه، تتخيلون أشكالاً في الغيوم؟ كم هذا جميل! واو، يبدو أن هذا الصاروخ ماهر في حركاته. انظروا، الصغير روكي هنا أيضاً. مذهل! أوه، احترس بن! ارجعوا للخلف يا صغار. هذا لن يرفعك طويلاً. يفضل أن نستدعي الشاحنة الخارقة حالاً. كارل! كارل! بن في خطر، إنه على وشك السقوط. أسرع! أيها الخارق، لقد وصلت. أوه،
بيل يتزحلق بسبب العصير. عليك التفكير بسرعة أيها الشاحنة الخارقة. تفكير رائع، شاحنة ناقلة خارقة. أوه، للوراء يا رفاق. لا تقلق بن، أسرع أيها الشاحنة الخارقة. أوه لا، هل هذا هو أعلى ارتفاع ممكن؟ على وشك الوصول إليه. هيا أيها الشاحنة الخارقة، المزيد من الجهد. بن! بشجاعة أيها الشاحنة الخارقة. الحمد لله، كان على وشك الوقوع. أحسنت عملاً أيها الشاحنة الخارقة. كم نحن مرتاحون الآن، أليس كذلك يا صغار؟ أوه، تريدون النزول؟ لكن كيف صعدتم أصلاً؟ أوه، فهمت، هذا لطف من بيني، لكنها ذهبت لعملها. منصة الشاحنة الخارقة قصيرة جداً. ما رأيك أيها الشاحنة الخارقة؟ يبدو أنك وجدت فكرة. أوه، فرشة ضخمة. حسناً يا صغار، عليكم القفز. نعم، أنصتوا لبن يا صغار، هذا سيكون ممتعاً. أوه، ستقفزين أولاً؟ إنك شجاعة جداً. مستعدة؟ 3، 2، 1. أوه، هذا يبدو ممتعاً، أليس كذلك؟ من التالي؟ أوه، هذا غير متوقع. حسناً، أحسنت عملاً أيها الشاحنة الخارقة. أوه، يبدو أنها أعجبتكم يا صغار. لقد أنقذتنا اليوم كارل. نراكم في المرة القادمة. واو جيري، هل هذا أنت؟ تبدو مذهلاً بكل هذه الزينة لاستعراض رأس السنة الصينية الجديدة. هل ستكون السيارة القائدة؟ احترس جيري، لا نريد أي حوادث. الاستعراض على وشك الانطلاق. خذ مكانك جيري. حظاً موفقاً. لا تسرع كثيراً جيري، وإلا فلن يتمكن أحد من اللحاق بك. ما المشكلة جيري؟ هل من مشاكل في محركك؟ احترس بيلي، جيري لديه مشاكل في محركه. أوه لا، يفضل أن نتصل بالشاحنة الخارقة. المساعدة كارل، نحتاجك. جيري يقود الاستعراض اليوم وقد توقف، وجميع من في الاستعراض متوقفون الآن. هل يمكنك المساعدة؟ رائع، هيا بنا. تغضب بيلي، الخارق هنا للمساعدة.
عليك أن تكون صبوراً. يا إلهي، جميعهم قلقون. استمع إلى كل هذا التزمير. إلى ماذا ستتحول أيها الخارق؟ واو، أيها الخارق، لقد تحولت إلى شاحنة ناقلة. هل ستخرج جيري من الاستعراض أيها الخارق؟ جميل، جيري على المنصة. الآن هو بطول التنين الحقيقي. لنستكمل الاستعراض مجدداً. أوه، ما المشكلة الآن جيري؟ ترى شيئاً على الطريق أمامك؟ ما هو أيها الخارق؟ عمود إنارة ساقط على الأرض؟ أوه لا، هذا خبر سيء، احترس. الحمد لله، كنت على وشك الاصطدام به. ماذا ستفعل أيها الخارق؟ انظر خلفك، إنهم يقتربون. هذا قد يكون خطراً جداً. فكرة جيدة، حاول دفعه بعيداً عن الطريق. إنه ثقيل عليك، ولا يوجد شيء على مصدك الأمامي ليساعد في تحريكه بسهولة. ماذا ستفعل؟ كل هذه السيارات لن تتمكن من التوقف في الوقت المناسب. فكر أيها الخارق. بالتأكيد، ST 3000. أي أداة ستستعمل لتبعد عمود الإنارة عن الطريق؟ أسرع أيها الخارق. أوه لا، استمع إلى كل هذا التزمير. أتعرف من؟ لما بيلي غاضب جداً اليوم؟ أنت محق، سخيف بيلي، يريد كل شيء أن يمشي بسلاسة. هي، لقد فعلتها أيها الخارق، وفي الوقت المناسب. هيا أيها التنين، لنستكمل الاستعراض. وعدنا إلى نقطة البداية. إنه من استعراض رائع. انظر أيها الخارق، بيلي يبتسم حقاً. شكراً لإنقاذنا اليوم أيها الخارق. لنسمع تحية للخارق. زمورك ما زال يعمل جيري. سنة صينية جديدة سعيدة للجميع. نراكم في المرة القادمة. هذا لن يكون سهلاً. الخارق معروف بمهارته في هذه اللعبة. وها هم يسجلون. نعم أيها الخارق، لننطلق إلى القاعدة. بن والصغار كانوا يمرحون في حديقة الملاهي عندما اصطدم بن بالدوارة بالخطأ. الجميع عالقون الآن. هذا صحيح، علينا الذهاب هناك حالاً.
يخفف يسوء الآن أكثر. لا، لا يمكنك الدخول إلى الوحل لأنك ستعلق. عجلاتك ليست كبيرة بما يكفي. لديك فكرة؟ شاحنة وحشية، فكرة رائعة. أحسنت، استمر. حسناً بن، الخرق سيخرجك من هذه الورطة. نعم، إننا ننجح. لقد تم إنقاذك بن، الآن علينا إنقاذ الصغار. هذا الوحل يشبه الرمال المتحركة. هيا أيها الخارق بكامل قوتك. توقف أيها الخارق، ستعلق لو واصلت الحركة. بيلي، أتيت لمساعدتنا؟ هذا مذهل. شكراً لإنقاذك للخارق بيلي، أنت محق. لنستعمل إستي 3000. بيلي، قم بفتح الطريق لنا قدر الإمكان للوصول إلى الدوارة. حسناً. هيا يا صغيري، لا وقت للعب، لا تتحرك. لقد تم إنقاذكم جميعاً. شكراً لمساعدتك لنا بيلي. يبدو أن الدوارة قد تم إصلاحها. من يريد اللعب؟ حسناً، هيا بنا. استمتعوا بوقتكم جميعاً، نراكم لاحقاً. واو يا رفاق، لما كل هذه السرعة؟ تتسابقان لتريا من سيجد بيضة الفصح أولاً؟ ترى شيئاً؟ ماذا عنك كارل؟ حسناً، حظاً موفقاً. كارل انتظر، تماسك جيداً. هاي، نأسف لمقاطعتك، لكن هناك حالة طوارئ. أوه لا، الصغار لا يمكنهم إيجاد أي بيضة مطلقاً. والتر خبأهم جيداً. هل يمكنك مساعدتهم في البحث؟ أنت محترف في الاستغماية، ستكون مهمة سهلة عليك. لا تقلقوا يا صغار، الخارق هنا. هو وولتر سيجدان البيضة حالاً.
هيا بنا لنبدأ البحر. هل ترى أي بيض والتر؟ ماذا عنك أيها الخارق؟ لا شيء؟ أوه لحظة، انظر بعض الحلوى. أوه هل أنتم متعبون يا صغار؟ هذا لطف منك أيها الخارق، لكن أعتقد أنهم متعبون ويحتاجون الركوب. واو، أنت الآن ناقلة سيارات خارقة. هذا خيار مناسب لحمل السيارات الصغيرة المتعبة. كل شيء جاهز. مستعدون لمتابعة البحث عن بيض الفصح المفقود؟ حظا موفقا في بحثكم يا صغار. هل وجدتم شيئا؟ انظروا جميعا، الخارق وجد بعض البيض. وتذكرت أين بقية البيض؟ في مطعم كيري؟ حسناً إذن، هيا بنا. أوه أحبائي، ما المشكلة مع الصغار؟ أعتقد أنكم محقون. انظروا، البيض يذوب من الشمس. أيها الخارق، ماذا سنفعل؟ ستستعمل إستي 3000؟ فكرة رائعة. إلى الخلف وأغلقوا أعينكم جميعاً. شعاع التجميد لامع. واو، أحسنت عملاً أيها الخارق. هذا سيحافظ على برودتهم حتى نرجع من مطعم كيري. يمكنكم الآن فتح أعينكم يا رفاق. الآن لنذهب للحصول على بقية البيض. ها هو بيض الفصح أخيراً. لم نكن لنجدهم بدون مساعدتك كاري. واو، حلويات فصح أخرى. شكراً لحلوى الجيلي كاري. فصح سعيد للجميع. نراكم في المرة القادمة.